يبقوا نظفوا لي البيت. حاضر يا استاذ محمد. مع السلامه. زينب رحت يا جامل نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت بفلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتنشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم ابويا. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفلنا الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ واني في ديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كم منه في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب 6 جنيه وربع وربع، يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخويا، روح اشتري جزمه نص عمر. ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح اشتري جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان. ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجة يا ابني. هقولها يا عم. لا اله الا الله. انا عندي فكره انك زميل زينب في الشغل في الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوبه وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شيطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عم؟ هو انا هتعين في الحكومه؟ وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بدت خلاص دلوقتي، هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لاقي عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا، انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه، جه ابويا مات وامي ماتت بعديه، الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني، بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه؟
حلوة قوي قوي، ما فيهاش لا مية ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في أوضة زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما صحش. أمال هتعمل إيه؟ هنقعد عند أجوزها وأقعد عندكم. عندنا؟ أيوه، أنت تقعد في أوضة وأنا وزينب بنقعد في أوضة. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا أنت أهو، يلا يلا يا بره. يلا كم أوضة إيه يا ابني؟ ده أنا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده إحنا في مسبحة. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل إيه يعني لما أقعد معاك؟ ولا اتبريت منها على حظ أنا؟ ده إحنا يا ابني ساعة الصبحية بنقف على دورة المية طابور ولا طابور الجمعية. طب ما تعمل قطوع في الصالة، هقول لك على حاجة. انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ اللي شقه شقه، هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز تجوز اهو، ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب رينا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته، ده قال لي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه. يا اخويا بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعالى نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتنا؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل، احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه، تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت بان عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة سعادة البيت. على السلامة. أهلا 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 يا سعادة البيت. أهلا يا سعادة البيت. ده إيه النور ده كله يا سعادة البيت؟ أهلا أهلا بيك. أهلا أهلا. هتستغربي ولا إيه؟ ورايا ورايا في كل حتة، وإحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمة من غيرك. وإيه اللي أنتوا زارعينه في الجنينة؟